النيابة عن العمال 58 ولاية، الإدماج ثم الإدماج حق المشروع حسب القرار التنفيذي. أنا مواطنة راني نخدم في وطني، شهادتي مهد الدولة الجزائرية. سيدي رئيس الجمهورية تبون أدامك الله فوق رأس الجزائر جميعا. نقول لك يا تبون انظر وافصل في قضيتنا، اين وعدك يا رئيس؟ انتخبنا عليك وحطيناك انت هو اللي تخدمنا وتخدم البلاد هذه، من فضلك يا رئيس انظر وافصل في قضية عقود ما قبل التشغيل. نحن نعاني من كل التعسف، نعاني من القهر، نعاني من قصف الظلم، نعاني من فسخ العقود وطلب السيدية. نحن كلنا ضد السيدية، نحن نرفض السيدية لانها لا تضمن مستقبلنا. نطالب بإدماجنا في القطاع العمومي أو الإداري، وليس كما يريدونهما تجديد العقود عن طريق السيتية لأنها تؤدي إلى البطالة الحتمية. خدمت الإدماج المهني عام وخرجوني، زدت خدمت السيتية 3 سنين وقفل الطبيب خلاني وراح بلا عقد. نطالب بحقي في العمل، مريضة باش نداوي، ما عنديش الدراهم باش نداوي، كي رحت للطبيب اللي كتروحي خلاص. حنا رانا تابعين جهاز المساعدة على الإدماج المهني 126.08، بنود عقدنا لا تنص على أن المستخدم يرسمك عنده، غير خيتك عنده. بنود عقودنا راهي نفس عقود قطاع العمومي، يعني من حقنا الإدماج. تابعين تحت غطاء وزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي. الوكالة الوطنية للأجور هي المسؤولة عن دفع أجورنا، ماشي المستخدم كيخلص فينا. يعني حنا رانا مسلفين برك عند المستخدم، رانا منتدبين إلى صحة يعني هذه الكلمة نقولها. رانا منتدبين عند الخواص، شغل كيما حاجة تسلفها لازم يجي الوقت وين نحطها في بلاصتها. بالنسبة لعملية الإدماج المهني على مستوى ولاية جيجل، كما تعلمون أن ولاية جيجل في 31 ديسمبر 2022 كان عندنا 3442 منتسب إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني في القطاع الخاص. هناك تعليمة من طرف السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذلك هناك تعليمة من السيد والي ولاية جيجل التي تنص على إنشاء لجنة تفتيش التي تقوم بعملية التفتيش على مستوى جميع المؤسسات الاقتصادية، وهذه العملية تكون فجائية. عندما قامت هذه العملية وجدنا أن هناك غيابات كبيرة من طرف بعض المنتسبين لهذا الجهاز، مما تسبب في إقصائهم من هذا الجهاز. ما لا يوجد هناك توقيف تعسفي، بل هناك محاضر التي تثبت أن هؤلاء العمال غير متواجدين في مناصب عملهم. على مستوى ولاية جيجل وجدنا أن المستخدمين يعني ليزومبلواير ما عندهمش مقرات، هذا أثار تساؤلات، وراهم يخدموا الناس هذو تاع لانام وكيفاه يجيبوا في البوانتاج. فعندما تحريات نتاعنا وصلنا أننا وجدنا بعض الخروقات الخطيرة التي حتى أنها وصلت إلى العدالة.